ومرحبا ندهم، حياكم الله في فيديو جديد. أنا ومعاي نخبة من أفضل التقنيين العرب، زملائي وأصدقائي. قررنا أنه نتكلم عشان نوريكم أنه إحنا التقنيين ترى ما إحنا بناس، يعني صحيح أنه أغلب الأجهزة اللي أشتريها أكون باحث عنها وعلى الأقل أعرفها فبالتالي تطلع كويسة، لكن ترى نشتري أحيانا شغلات وأجهزة ونندم أن شريناها. وهذا الفيديو راح نقدم لكم مجموعة من هذه الأجهزة اللي شريناها وندمنا أن شريناها، وجالس أضحك بسبب أحد الأشخاص اللي راح يطلعوا في الفيديو. ليش ندمنا؟ عاد كل واحد يتكلم عن تجربته. راح أبدأ أتكلم أنا أولاً. الشغلة اللي أنا حتى شريتها خلال عام 2018 وندمت أني شريتها هي قطعة خاصة بآيفون تشغل لك شريحة ثانية. هذه القطعة فكرتها مرة رهيبة، فكرتها أنك تقدر تركب أي شريحة ثانية، فبالتالي أي أحد يتصل عليك تقدر أنك تستقبل هذه الشغلة، وبالتالي يصير عندك في آيفون كأنه شريحتين، شريحة موجودة بداخل آيفون والشريحة الثانية موجودة بهذه القطعة. صحيح أنك لازم تقعد تشحنها وهذا شيء سلبي شوي، بس إلى هنا الأمور مرة ممتاز. الشيء اللي كان جدا مزعج فيها وخلاني أندم أني اشتريتها هو أنه بكل بساطة جودة البطارية فيها سيئة. كانت مرة ممتازة وماشي أول كم شهر معي مرة ممتازة، وبعدين صرت بمجرد ما أفصلها تنتهي البطارية على طول. طيب، منتج ندمت على شراؤه في 2018. هو المنتج اللي أنا أقول عليه هو ما نزلش في 2018، هو نزل من سنين كتير تقريبا في 2015، ولكن أنا اشتريته في 2018 وياريتني ما اشتريته بصراحة. المنتج ده هو مونيتور من سامسونج اسمها سامسونج CF 791. المونيتور دي هي الترا وايد مونيتور وكيرفد، فيها انحناء. حجم المونيتور 34 بوصه، ويعني لو انت هتعمل عليها شغل او هتعمل عليها اي حاجه فهي بتديك مساحه كبيره جدا تشتغل عليها. لنوع الشغل اللي انا بحتاج اعمله المونيتور دي كانت اختيار خاطئ تماما، ولاي حد بيمنتج فيديوهات، اي حد بيعدل صور بيحتاج دقة في الألوان والكونتراست والحاجات دي، فيمكن تكون الشاشة دي هي أفشل اختيار الواحد ممكن يعمله. فده بيؤدي لأن أنا بظبط الصورة بتاع الفيديوهات بتاعي والألوان بتاعها على الشاشة دي، وارجع ابص على شاشة موبايل او على حاجة تانية الاقي الصورة متدمرة تماما، وخدت وقت ومجهود كبير جدا مني عشان اعمل لها كاليبريشن عشان اوصلها يعني يدوب تبقى شغالة، يدوب تبقى مقبولة. حاجة تانية برضو مشكلة في الشاشة دي هي زوايا الرؤية، بسبب ان الشاشة دي فيها كيرف تقيل جدا جدا، يمكن تكون دي اكتر شاشة فيها كيرف في العالم مثلا، لازم دايما تبقى بص عليها سنتر، تبقى قاعد قصادها مباشرة، فاش تيجي كده او تيجي كده، لا لازم تبقى في السنتر بالظبط. وده برضو بيسبب بعض المشاكل لان برامج المونتاج كلها لما بتيجي تحط الصورة بتاع الشيء اللي انت بتتفرج عليه بتبقى في اقصى الشمال من ناحية اليمين، ما ينفعش اثق في النتائج اللي بتاع حاجة بتظهر في الجنب او كده. كمان مشكلة ثالثة لها علاقة بالكيرف، هو ان انت لو بتعدل حاجات مهم جدا فيها الهورايزون او الاستواء، لو مشهد ما مثلا فيه ترابيزة ولازم تبان انها مظبوطة مش معوجة كده او معوجة كده، ده صعب تحدده وصعب تحدد المشهد مظبوط ولا لا من خلال الشاشة دي. هي عامة اوفرول الشاشة مش مناسبة خالص للشغل ده، هي شاشة موجهة للجيمينج، فهي مش منتج سيء قد ما كان انا اختياري ليها غلط. عشان كده لازم كلكم تتعلموا من الغلطة اللي انا غلطتها دي، ومحدش شغال في التصوير او شغال في المونتاج والحاجات دي يجيب اي شاشة كيرف او اي شاشة موجهة للجيمينج. حقيقي شرف ليا كبير جدا ان انا اكون مشارك معاكم في الفيديو ده، فشكرا اني ادعم على الفرصة اللذيذة دي، وبس كده، شكرا لي جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكم فيصل السعيد. لقيتني اتحسف قوة اني اشتريته. فيسبوك بورتل، الفيسبوك بورتل نفسه اتوقع انه منتج كان المفروض انه يكون شيء جدا جميل، خاصة انه عندي من نفس الجمهور كثير ناس عندهم فيسبوك يستخدمون فيسبوك، فالمفروض محتوى عن الفيسبوك بورتل وتجربة الجهاز حيكون شيء كويس، ولكن فعليا لقيت الواقع صادم، اكثر الناس ما يهمهم نفس الفيسبوك بورتل ولا المنتجات، هم يستخدمون منصة فيسبوك والماسنجر وامورهم تمام وكل شيء، ليش اشتري جهاز من نفس فيسبوك؟ وفعليا انا نفسي لقيت انه ما له فايدة هذا الجهاز، حتى شخصيا معي ومع كل الناس اللي اعرفهم موجودين على فيسبوك. وايضا لو تكلمت على جوالات، وداري ما تبغى جوالات، ولكن الريد، نفس الريد هيدروجين 1 نفس الجوال محبط اني شريته، لقيت انه ما يسوى علي ابدا الجوال مع نفس الكفاءه اللي موجوده. اوكي، فانت تدفع $1,500 على جوال باسم ريد، اما غير كذا لا الكاميرا ريد لا الامكانيات ريد، والمفروض تستنى المودز الاضافيه اللي بتجي لاحقا بتدفع لها فلوس اكثر. يعطيكم العافية. الشيء اللي ما عجبني هذه السنة وحسيت انه عمري ما هستخدمه ثاني، يعني حطيته في الدولاب اول مرة جربته وبعدين ما عمري استخدمته ثاني، اللي هو الروكت بوك ويف، الشركة اسمها روكت بوك اسمه الدفتر ويف. ايش ميزته او التقنية اللي فيه؟ انه هذه الصفحات كلها البيضة تقدر تكتب فيها بالقلم اللي جاء معاه، بعد ما تخلص او يخلص تخلص الصفحات كلها تقدر تحط الدفتر هذا في الميكرويف، تحط فوقه كاسة وبعدين تشغل الميكرويف تتمسح كل الاشياء اللي انت كتبتها وترجع تستخدم نفس الدفتر هذا مرة ثانية. اوكي، انا كنت بصراحة مهتم اني اجرب في حركة حلوة كذا كول، لكن شخصيا ما احس انه هستخدمه مرة ثانية، حاطه في الدولاب
وما حستخدمه تاني. شيء ندمت اني اشتريته. هو شوف ليش انا ندم، ولكن هذا الشيء اشتريته بالبلاك فرايدي الماضي، وكان المفروض اني احطه على باب بيتي، ولكن سكان العمارة قرروا انهم يحطوا باب زجاج في انتركم بالخارج، فصار هذا الاشي على الفاضي عندي، بحيث انه الهدف منه اصلا انه يكون جرس على باب بيتك، لما حدا يرن مباشرة انت بتقدر تشوف من الكاميرا اللي موجودة عليه اللي هو الرينج 2. فالجهاز ليس سيء، لكن بطل له استخدام عندي، فقرار شرائي مش في مكانه. طبعا اذا تتساءل مين الشخص اللي ضحكني فهو صراحة صلاح حامد، لانه يعني فعلا القصة مضحكة، وطريقة نظرته على الجهاز تحس انها يعني عرفت ايش قاعد يسوي فيه، قاعد يتفرج فيه. وهذه ايضا حصلت لي العام الماضي في 2017، شريت قطعة واكتشفت انها ما تنفع لاوروبا، ما تنفع لنا، هذه مشكلة. لا تنسى انك تشترك بالقناة، وكذلك اعطي لايك على الفيديو، ووزع لاصدقائك اذا اعجبك، والمنتجات موجودة بالوصف للي يحب يتمقلب زينا.